حياكم الله مشاهدينا الكرام. بوسط الطرادية في حارة حية كلها زكرتية، نمام ما نلقاه حي الطرادية، واللي يقع شرق حي البطحة وجنوب حلة بن نصار، واللي سمي فيما بعد بالحلة واندرج تحتها. الحي هذا عاش فيه العديد من الشخصيات الشعبية والفنية والرياضية. وسط الطرادية في حارة حية، هلها ذكرتية نمام ما تلقى. يا ناس حالي راح من غير مصلوح، الله يرحم حالتك يا الجنوبي. الشاعر محمد بن سعد الجنوبي رحمة الله عليه من أبرز شعراء جيله، ومن أبرز الشعراء الشعبيين، واللي تغنى بقصائده العديد من الفنانين، من ضمنهم عيسى الأحسائي، طاهر الأحسائي، بشير شنان، فهد بن سعيد رحمة الله عليهم جميعا. من أبرز قصائده: خلاص من حبكم يا زين عزلنا، ما عاد اللي في هواكم شف أوراده. خلاص من حبكم يا زين عزلنا، ما عاد لي في هواكم شف أوراده. الفنان بشير بن حمد بن شنان الدوسي رحمة الله عليه أحد أبرز الشخصيات اللي سكنوا في حي الطرادية، إذا ما كان أبرز شخصية له العديد من الأغاني واللي ذكر فيها حي الطرادية. توفي رحمة الله عليه وعمره 28 سنة، عمره الفني قصير، لكنه قدم أكثر من 400 أغنية كفنان وكشاعر وكملحن، وكان من أفضل الشخصيات اللي عزفوا على آلة العود. وش غيرك يا سيدي كل المحبين، يا صاحبي لك مديت ما تجينا. وش غيرك